فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدينا أحد الدكاترة في الجامعة يقول أمام الطلاب بأن إطالة اللحية هي أمر مستحب وليس بواجب، ويناقشنا في هذه المسألة ويشكك فيها، يقول: ما الرأي الصحيح في هذه المسألة؟ ما يحتاج الرأي الصحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإرسال اللحى وتوفيرها وإرخائها، ولم يحددها، حتى يجي هذا يحددها ما يجوز، شيء لم يحدده الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أمر بإرخاء اللحية وإرسالها وإكرامها وتوفيرها وإعفائها، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام. يجي واحد يحدد هذا، منين يجيب الدليل هذا؟ هذا إذا ما انتهى عن هذا الشغل بلغوا عنه مدير الكلية، مدير الكلية، نعم، لأجل يأخذ على يده، نعم.